اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، اخر حواراتنا لهذا الصباح. زي ما تابعنا من لحظات درجتك صحتك، ده اسم المبادره الرئاسيه اللي اطلقتها وزاره الشباب والرياضه مؤخرا، اطلقت منها المرحله الثالثه تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المواطنين على ركوب الدراجات لتحقيق طبعا اهداف الحفاظ على الصحه وايضا الحفاظ على البيئه. الحقيقه وزاره الشباب والرياضه اطلقت موقع الكتروني لتسجيل الرغبات للحصول على هذه الدراجات بأسعار بتقل عن الأسعار التقليدية يمكن بنسبة 30%. والحقيقة بتتوفر أربع أنواع من الدراجات زي ما تابعنا: الدراجات الجبلية، الدراجات الهجين، دراجات للفتيات، وأيضا درجات وده الجديد دراجات كهربائية بمجمل عدد 3200 دراجة. طبعا التسجيل على الموقع اللي أطلقته وزارة الشباب والرياضة www.emys.gov.eg/bike، يعني متاح للجميع التسجيل على هذا الموقع للحصول على دراجة والاشتراك في المبادرة. من هذا المنطلق الحقيقة حبينا ان احنا نتكلم معاكم عن الدراجات واستخدامها وثقافة ركوب الدراجات في مصر، خصوصا من خلال احدى المبادرات اللي يعني سبقت هذه المبادرة، مبادرة جو بايك. ومعانا مؤسس هذه المبادرة مهندس محمد سامي، مؤسس مبادرة جو بايك لركوب الدراجات الهوائية. مهندس محمد صباح الخير. أنا صباح الورد على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين. يعني هنحاول ان احنا نتعرف من حضرتك على ومن خلال مبادرة جو بايك على يعني كل ما يخص الدراجات، انواعها، الاقبال عليها ازاي من الناس، وكمان نوعي المشاهدين باهميتها ودورها في الحفاظ على الصحة وتنشيط الجسم وكل المميزات طبعا اللي في ركوب الدراجات. بداية شايف المبادرة الرئاسية ازاي درجتك صحتك؟ المبادرة بتعكس رغبة الدولة ورغبة القيادة السياسية في نشر ثقافة الدراجات، وده اللي احنا بننادي بيه بقالنا فترة كبيرة جدا، وبدأت ان يكون في استجابة فعلا فعلية على أرض الواقع من خلال مبادرة دراجتك صحتك. واحنا بنلاقي ان المبادرة دي تالت مرحلة فيها، فمبادرة دراجتك صحتك دي تالت إصدار ليها، وإن شاء الله في إصدارات جاية إن شاء الله وفي مراحل تانية جاية. وبنلاقي ان كل مرحلة انه العدد بيزيد، العدد الدراجات المقدمه من وزاره الشباب والرياضه بيزيد، وبيبقى في تنوع اكتر في انواع الدراجات. يعني لاقيين النهارده ان المرحله الثالثه بتحتوي على 200 دراجه كهربائيه، ودي ما كانتش موجوده في المرحله الاولى والثانيه، وانواع مختلفه كمان. في دراجات مخصصه للفتيات، ودي برضو حاجه مستحدثه في المرحله الثالثه، فدي حاجه لطيفه جدا بتشجع استخدام الدراجة وبتنشر ثقافة الدراجات، وبتخلي كمان فئات زي مثلا فئة الفتيات ان هم يقبلوا على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية. طب خلينا نوضح مهندس محمد، نوضح للمشاهدين اكتر الانواع المختلفة للدراجات اللي بتطرحها وزارة الشباب والرياضة: الجبلية، الهجين، دراجات للفتيات، والدراجات الكهربائية. يعني اختلاف كل نوع عن الاخر سريع. تمام. الدراجات الجبلية هي من اسمها كده كناية عن استخدامها في الطرق الوعرة او اللي فيها مطبات او حفر او كذا، فهي بتستخدم في هذه الطرق. كمان بيبقى فيها مساعدين زي المساعدين بتوع العربيه كده، تقدر ان هي تمتص الصدمات بتاعه الطريق اللي هي ناتجه عن الحفر او المطبات. الدراجه الهجين هي خليط، من اسمها كده هي خليط ما بين الدراجه الجبليه ودراجه الطريق اللي هي الرود بايك، فهي ولا الكاوتشات بتاعتها ولا هي تخينه قوي زي الماونتن بايك اللي هي الجبليه، ولا هي رفيعه قوي زي الرود، فبتسمح بسرعات اعلى من الدراجه الجبليه، وكمان السرعات والمسافات بتاعتها بتكون اطول واقل اجهاد من الدراجه الجبليه. طيب وطبعا دراجه الفتيات دي دراجه الفتيات دي بتبقى لطيفه جدا، لانه البار بتاعها اللي في النص ده بيكون منخفض شويه، وده بيسمح لبعض الفتيات ان هي تركبها بسهوله، ولو هي لابسه سكيرت او جيبه او كذا تقدر ان هي تركبها بسهوله، وفي نفس الوقت ما بتسبب لهاش تعب او اجهاد وهي بتستخدمها، عشان طبعا عارفين القدره البدنيه الى حد ما يعني نسبيا اقل من الشباب. المستحدث بقى الدراجه الكهربائيه، وهي الدراجه الكهربائيه هي بتقطع مسافات طويله باستخدام محرك كهربائي، وفي بطاريه ليها بتتشحن. الفكره فيها ان هي فيها ثلاث انواع، ان هي يا اما نستخدمها كدراجه عاديه خالص، يا اما نستخدمها 100% ان هي دراجه او زي الموتوسيكل كده او الموتور بايك،
او في حاجه اسمها بدل اسيست اللي هي ما بين ده وده، اللي هو ساعدني وساعدك، اكن انا ببدل وهي كمان بتساعدني في التبديل. فدي الحقيقه بتبقى مفيده جدا لكبار السن والناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل او الظهر او الرقبه او كذا، فبتساعدهم في المطالع، بتبقى حاجه لطيفه جدا، ما بتسببش الاجهاد اللي بتسببه الدراجات التاليه. طيب حضرتك بالفعل مهندس محمد يعني صاحب مبادره جو بايك وبقالها يعني سنوات، تقريبا بقالها كام سنه؟ 10 سنين ودي السنه ال11 ان شاء الله يعني. طيب يعني خلينا نتكلم عن بداية المبادرة والإقبال عليها وسط الناس إزاي، وأكثر الفئات والأعمار اللي اشتركت معاكم في المبادرة. هي المبادرة هادفة لنشر ثقافة الدراجات عن طريق إن احنا بندمج المحتوى الرياضي بمحتوى ثقافي أو أثري أو سياحي أو ترفيهي. ففكرة إن احنا بنستخدم الدراجة، بنعمل جولات أسبوعية، بنستفاد بالكثافة المرورية القليلة يوم الجمعة صباحا، بنتحرك في أماكن كتيرة، بنروح أماكن أثرية زي شارع المعز والحسين والأزهر والقلعة والقصور زي قصر عابدين وقصر محمد علي وقصر أم كلثوم، بنروح المتاحف زي متحف القوات الجوية، البانوراما، كل الأماكن دي بنزورها. فبندمج المحتوى الرياضي، مش بس الناس تنزل تركب عجل، بس بنروح نشوف أماكن جديدة، أماكن أثرية أو سياحية. بنكسر الروتين بتاعنا بتاع الاسبوع كله. الاعمار مختلف، فئات العمريه موجوده معانا بتشارك معانا، بدايه من الاطفال حتى كبار السن، حتى 73 سنه بيشاركوا معانا، وده بيخلينا نقول ان هو السن مجرد رقم، يعني مش ما لهاش علاقه خالص. الرياضه بصفه عامه والدرجات كمان بصفه خاصه ما يفرقش معاها اي اعمار او اي سن يعني. يعني اكتر الفئات اللي كانت مقبله على المبادره معاكم من 10 سنين ولغايه دلوقتي؟ هي الفئه الشباب اللي هي ما بين 14 سنه او 16 سنه لغايه 30 سنه، دي اكبر فئه، لكن طبعا في فئات اقل من دي وفي اعلى كمان، لكن المعظم في الفئه العمريه من 14 ل 30 سنه. طب قد ايه اتغيرت كمان نظره الفتيات والمراه في مجتمعنا لركوب الدراجات؟ يعني احنا بقينا نشوفهم موجودين فعلا في الشارع، سيدات او فتيات بيركبوا الدراجات في الفتره الاخيره. الحقيقه منظر الفتاه او البنت اللي راكبه عجله في الشارع بقى منظر دارج، بقينا نشوفه بصفه متكرره ومستمره في الشوارع بتاعتنا، وده مش بيدل بس على نشر ثقافه الدراجات، بيدل على مستوى الامان اللي موجود في الشارع. ولسه كمان يعني شويه كمان احنا ماشيين في هذا الطريق بنشر ثقافه الدراجات، والبنت لما تركب عجله في الشارع بامان، مصر كلها هتحس بامان. فبعيدة عن مضايقات او تحرش او اللي بيحصل في الشارع، كل شوية الحكومة بتساندنا وبتساعدنا. المبادرة الرئاسية دراجتك صحتك ده أكيد، وخصوصا في المرحلة الثالثة، ده أكيد هيساهم بشكل كبير جدا في نشر ثقافة ركوب الدراجات طبعًا يعني بين كل فئات المجتمع، وأكيد منهم المرأة، سيدات أو فتيات. أكيد يعني أكيد. وإحنا كمان نلاقي أي مبادرة لو ارتبط اسمها بشخصية معروفة أو شخصية هامة بتبقى بتلاقي إعجاب كثير من الناس، وكمان بتنتشر. ما بالك بقى رئيس الجمهورية نفسه بيشاركنا يعني بالدراجات، وبينزل بصفات متكررة، فبينزل وبيشارك، فده بيعكس صورة طيبة جدا لمجتمع الدراجات، وفي نفس الوقت نشر ثقافة الدراجات. صحيح. طيب يمكن احنا المشكلة اللي بتواجهنا مهندس محمد انه مش كل الطرق بتصلح للركوب الدراجات او السير بالدراجة، يعني ازاي بتواجهوا المشكلة دي؟ ازاي تغلبوا عليها؟ ايه الاماكن اللي ممكن بتصلح لركوب الدراجات؟ الحقيقه في بدات بعض يعني التوجه لانه في المدن الجديده اللي بيتم انشائها حاليا فكره وجود الدراجه والبنيه التحتيه للدراجات بقت موجوده، بيكون في حارات مروريه او طريق مخصصه للدراجات واماكن خاصه لعبور المشاه وتخطيط بنيه تحتيه جيد وصديق للدراجات، وده اللي احنا بننادي بيه بقالنا زمن كبير، بدات فيه استجابه في المدن الجديده. الحقيقه في وسط البلد بقى الموضوع الى حد ما صعب، فعشان كده بنتحرك في الاوقات اللي فيها كثافه مروريه. يعني نلمحهم يوم الجمعه الصبح. يوم الجمعه صباحا الكثافه المروريه قليله، بيمشوا البهجه والصحه والنشاط بالظبط، ونستفاد كمان بجوده الهواء اللي موجود بعيدا عن العوادم واللي بيحصل في الشوارع من خلال المركبات الاخرى. فطبعا
بنقدر نتحرك بسهولة أكتر في الأوقات اللي هي ما بتبقاش فيها كثافة مرورية. طيب مهندس محمد، حضرتك تقول إيه للي ما جربش يركب دراجة قبل كده بس عجبته المبادرة وحابب إن هو يشارك فيها؟ يعني متاح لأي حد إن هو يبتدي يتعلم ويركب دراجة؟ مظبوط مظبوط. إحنا كمان أسسنا أكاديمية لتعليم ركوب الدراجات عشان ناس كتير قوي بتشوفنا في الشارع ما بيكونش عندهم فرصه، او يقول لك احنا نفسنا ننزل معاكم بس احنا مش بنعرف نسوق عجل. فبدانا ناسس اكاديميه لتعليم ركوب الدراجات، والرواد بتوعها كمان نسبه كبيره قوي من الفتيات، وده يعكس ان في فتيات كتير قوي عايزه تتعلم وعايزه تركب عجل في الشارع. كمان انا اقول للناس اللي هي ما بتركبش عجل خالص انه العجل هو من ضمن وسائل النقل المستدام، بمعنى انه ببساطه شديده جدا النقل المستدام ده الفكره انه وسيله انتقال غير مؤثره سلبيا على البيئه. فبالتالي انه لما بنتحرك بالعجله او المشي او المركبات الكهربائيه، فبنلاقي ان التلات انواع من وسائل الانتقال دول بيأثروا بشكل ايجابي جدا على البيئه، ما فيش انبعاثات كربونيه بتحدث منهم، فبيحسنوا جوده الهواء وبيقللوا استخدام الوقود. كمان بتحسن الصحه العامه لجسم الانسان من خلال ان هي بتزيد معدل الدوره الدمويه، وبتخلينا ان احنا اولا بتقلل الارق، بتقلل الاكتئاب، الشعور بالارهاق، بتخلينا كمان نحسن الصحه البدنيه بشكل عام، بتقينا من امراض القلب والضغط والسكر المنتشرين اليومين دول وخصوصا ما بين الشباب، والتهاب المفاصل. كمان بتساعد على التخلص من الانتفاخات والقولون. وكمان بالنسبة للفتيات بتحسن المود العام، فكلها فوائد. حاجة لطيفة جدا، أنا أنصح كل الشباب اللي هي ما بتركبش عجل تنزل وتركب عجل وتشارك بالدراجات، وإن هو يبقى أسلوب حياة كل مواطن إن هو يركب العجلة، حتى مش بس المسافات الطويلة، في إطار 5 أو 6 كيلو حوالين البيت اللي نازل يعمل شوبينج أو نازل يشتري حاجة أو نازل يقابل أصحابه بالعجلة في إطار 5 6 كيلو دول، فهو أكيد هيوفر مساحة اللي هي بتاعة السيارات، ويوفر إن هو ياخد عربيته، وده بالتالي هينعكس على البيئة كلها. يعني عشان تكون ثقافة عند كل المصريين ان هم يتقبلوا ويعني تنتشر عندهم فكرة ركوب الدراجات، كمان الحقيقة المبادرة اكيد هتساهم. كمان حابين نتعرف، بعد ما تعرفنا اكيد على مميزات وفوائد، يعني البعض بيتساءل عن اسعار الدراجات بتتراوح ما بين كام لكام، وخصوصا ان المبادرة الرئاسية هتوفرها من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة بتخفيض او باسعار بتقل تقريبا 30% عن الموجودة في السوق. مظبوط مظبوط. الحقيقه ده برضو من انواع التحول الرقمي اللي الدوله بتسعى له بقالها فتره وشغالين عليه بقالنا فتره كبيره، ودي حاجه لطيفه جدا ان الحجز الالكتروني من خلال موقع الوزاره، والدفع كمان من المنافذ اللي موجوده في الشوارع بصفه منتشره كبيره. كمان الاسعار بتبقى اقل من اسعار السوق بحوالي 30% بالظبط، واسعار بتتراوح من 1900 جنيه لغايه 12000 جنيه اللي هي الدراجه الكهربائيه. الأسعار مناسبة لمعظم فئات الشعب اللي هي 2000 جنيه، مش بس التسهيلات اللي بتقدمها الوزارة كده، بس بتقدم تسهيلات عن طريق التقسيط بدون فوائد على مدى سنة كاملة. فطبعا دي برضو حاجة بتشجع الشباب ان هم يقبلوا عليها، عشان ممكن يبقى القدرة الشرائية بتاعتهم او القدرة المالية بتاعتهم مش متاحه، فبتقدم لهم تسهيلات ان هم يقدروا يشتروها بالتقسيط. صحيح، يعني اكيد مبادره طيبه جدا. دراجتك صحتك في سبيل نشر ثقافه ركوب الدراجات للحفاظ على الصحه العامه وايضا الحفاظ على البيئه. مهندس محمد سامي، مؤسس مبادره جو بايك لركوب الدراجات الهوائيه، بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا. ومشاهدينا، قبل ما نختم حلقتنا من هذا الصباح بنفكركم تاني بالموقع الالكتروني الخاص بوزاره الشباب والرياضه لتسجيل الرغبات لحجز الدراجات، www.ems.gov.eg/bike. يعني مبادرة الحقيقة طيبة جدا، بتمنى ان احنا نشارك فيها على اوسع نطاق. بكده مشاهدينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة من هذا الصباح، بنشكركم على المتابعة، وغدا اخبار جديدة، موضوعات جديدة، وفريق عمل جديد. الى اللقاء.